السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب، كلنا نمر أحيانا في لحظات خوف على شيء مهم. إنسان يخاف على ابنه، على سيارته، على بيته، على متاعه، مخاوف كثيرة جدا، أن تسرق، ابن يضيع، إلى آخره. طيب، هل هناك دعاء يعني يضمن لنا الحفظ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى؟ نعم أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث ربما الكثير يغفل عنه، أحببت أن أذكركم به اليوم لنعمل به ولا ننسى أن نعمل به طبعا كلما شعرنا بخوف من شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه. لذلك أنت عندما ترسل ابنك للمدرسة مثلا، أو تترك متاع معين خاص بك وتسافر أو تذهب، قل هذا الدعاء: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من استودعه طفلا أو ابنا أو متاعا أو أي شيء آخر. لذلك نحن اليوم يعني نتبع الكثير من الإجراءات لحماية أبنائنا وأمتعتنا وأموالنا وغير ذلك، ولكن ربما لا يخطر ببالنا هذا الدعاء: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. دعاء جميل، ولكن أريد أن نفهم هذا الدعاء. هذا الدعاء أنا لا أريدك أن تحفظه لأنك ستنساه. إذا حفظته من دون يعني تدبر وتفكر ستنسى. كلمة أستودعك الله يعني أنا أريدك أن تتخيل، بل تستيقن أن الله موجود معك، وهذا الأمر يجب أن تطبقه، وهو معكم أينما كنتم. فالله موجود معنا أخي الحبيب، وقريب منا بعلمه، برحمته، بحفظه، بسمعه وبصره لنا سبحانه وتعالى، بعلمه ما بما في أنفسنا. عندما تقول لهذا الابن أستودعك الله، يعني يا رب أنا سلمتك هذا الغلام، وأنت لا يمكن أن تضيع الوديعة، لا يمكن أن تضيع الودائع. هذا التضيع نحن في حق البشر يجوز، ولكن لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. سيدنا، سأقول لك هذه القصة من سورة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يعقوب أحب ابنه يوسف كثيرا، كان من أحب أبنائه إلى قلبي. سبحان الله، الإخوة تآمروا عليه وفرقوا بين الأب وابنه، واعتبروا أن أباهم في ضلال مبين، واعتبروا أن يعني نسوا بأن الأب اتخذ هذا الطفل يوسف عليه السلام، الطفل الصغير، وسيلة لمواساته. هو لم يفضله عليهم، هو كان عادلا بينهم عليه السلام، ولكن هم بسبب تفكيرهم الخاطئ اعتبروا أن أباهم في ضلال مبين، فتآمروا على هذا الطفل وألقوه في الجب وتخلصوا منه، وظنوا أن أباهم سيرضى عنهم. ولكن طبعا هذا تصرف يعني سيء جدا. طيب، هنا الأب بعد أن توكل على الله وقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، واستعان بالله عز وجل، قال هنا عبارة مهمة جدا، قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالها عندما أرسل ابنه الثاني. فالله خير حافظا، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن عقيدة سيدنا يوسف كانت أن الله يحفظ
من يلجأ إليه ولا يضيعه. طيب ماذا حدث عندما قال هذه الآية فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين؟ طبعا هذه أنا أسميها آية الحفظ. أنت أيضا تقولها عندما تخاف على ابنك أو متاعك أو مالك أو كذا، قل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الذي حدث أن الله حفظ سيدنا يوسف في الجب، وحفظه في السجن أيضا لأنه دخل السجن، وحفظه حتى أوصله إلى عرش الملك، وحفظ أخاه أيضا، أخو سيدنا يوسف. وبالتالي مثل هذا الدعاء أخي الحبيب لا يكلفك شيئا، ولكن عندما تثق بالله وتستيقن أن الله يحفظ من يستودعه أي شيء ولا يضيعه، هذه الثقة بالله هي سبب في استجابة الدعاء. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائع. وبالتالي مثل هذا الدعاء دعونا ندرب أنفسنا عليه، مثل هذه الآية فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. احفظها، درب نفسك عليها. عندما تغادر منزلك قلها، عندما تذهب في سفر في عمل في أي شيء، يعني هذه يجب أن تكون على لسانك باستمرار، لأنها ستغير حياتك بالفعل، ستزيل المخاوف، لأنك تعتقد أن هذا الغلام أو هذا المال أو هذا المتاع أصبح بيد الله، والله لن يضيعه، حتى لو حدث مكروه سيكون فيه خير فيما بعد، لأن الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك عملية يعني الدعاء يغير حياة الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، فلا تستخف بمثل هذه الأمور أخي الحبيب. النبي كان له مئات الأدعية، في كل مناسبة له دعاء. إذا خاف على أمر يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. إذا مثلا قلق أو حزبه أمر يلجأ إلى الصلاة التي فيها راحة نفسية له. في كل إذا نام له دعاء، إذا استيقظ هناك دعاء، إذا خرج في الليل له دعاء، عندما كان ينظر إلى السماء في الليل يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، له دعاء، كان يستعيذ بالله من عذاب النار، يطلب من الله ويدعو الله أن يقيه عذاب النار. وبالتالي هذا الدعاء أخي الحبيب اجعله ثقافة يومية لك، لا تنسى، لن تخسر شيئا، ولكن قد يكون سببا في حفظك من شر حادث، من شر سارق، من شر إنسان يريد أن يؤذيك، من شر أي شيء، مرض قد يصيبك. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.